النبي صلى الله عليه وسلم. مما ذكر أو رأيته وشاهدته أو عايشته، يذكر لي أحد أبناء سماحة الشيخ في يوم من الأيام وهم يصلون صلاة إحدى الصلوات وأظنها العشاء، وبعد الصلاة أحد كبار السن وضع عصاه في المقدمة، فأتى هذا الرجل وأخذ بعد صلاة السنة عصاه وذهب. فقال ابن سماحة الشيخ، يعني أعرفه بنفسي بنفسه، يقول كلمت الوالد أقول له سبحان الله هذا ما نقى أي ما اختار أن يأخذ عصاه إلا لما كنا نصلي. فقال الشيخ متى؟ قال لما كنا نصلي السنة. قال كيف شفته؟ قال يقول كان يمشي قدامنا، يعني قدامنا هنا بعيد هم هناك. قال كيف أنت أثناء الصلاة تشوف؟ أثناء الصلاة أنت تشوف؟ وعاد ولك أن تعرف تتخيل بعض الناس يكون هنا في هذا الجامع في الصف الأول ويعرف من اللي داخل. قال ذا فلان جاي يصلي هنا ويعرف اللي يقول هذه سجدة فلان، هذه نفس حركة فلان، هذا الذي يفعل ذلك تنتقل صلاته. بل قالوا من ميز الأصوات وميز فلان بن فلان ذا تنتقل صلاته والعياذ بالله. ولذلك الصلاة عمود الدين، لا بد أن نحافظ عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى العلي القدير العظيم الرحيم الغفور أن يتقبل منا صلواتنا وأن يعيننا على الخشوع والخضوع فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ما بقي في أعمارنا من الصلوات. اللهم تقبل منا صلواتنا وأعنا فيها يا الله يا ذي الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.